سيري الاضواء تاعك، دير كليونتور كوتي غوش، كوتي دروات، ستوب هنا. بعد المعاينة سجلنا ضدك مخالفة من الدرجة الرابعة وفق للمادة 66 دال 19 وقانون 01/14 المعدل المتمم، تتمثل عليها غرامة جزافية المقدرة ب 5000 دينار جزائري. تقصيك خونا من قبل ما ديماري من دارك، اسكو تفيريفي الفيكي تاعك؟ الاخر صار اضواء ما لازم تفيري فيهم. والله ما فيري فيهم. لازم تفيري فيهم. انا سجلنا ضدك مخالفه من الدرجه الرابعه المتمثله في عدم وجود اشارتين الداله على تغيير الاتجاه. غرامه جزافيه المقدره ب 5000 دينار جزائري. من الاسباب تاع انعدام الاشارات الداله في المخالفه اللي سجلناها ضدك كاين تنامي ظاهرة الحوادث المرور اللي تسجلها رجال الأمن الوطني، راك تشكل مخاطر في حوادث المرور خاصة الفترات الليلية، دونك تكون تمشي وفي الليل ما ديرش كليونتور، الكليونتور تاعك ماهوش اون فونكسيون، ودير الإشارة وما تبانش للسواق، راك تسبب في حوادث المرور. ما فيريفيتش الأضواء ديالي. هذه ان شاء الله من الفوق تكون لنا ان شاء الله. ماذا بينا بصح راك تسبب، راك تسبب خطر في الطريق العام. صح. انت الضو ما عندكش ما راحش تنظر وحدك. صح. راح تضر ناس واحد اخرين معاك. صح انا معاك موافق. قادر كاين عائلات كاين دي جون كاين. هذه ماشي حاجه اللي هذا حق. هذه للسلامه تاعك وللسلامه المروريه والسلامه تاع الناس. خويا ان شاء الله نديروها كيما يقول لك من الفوق، هذه يخدم السياره تاعو. على هذا نسحبوا لك رخصة سياقة